لو بتشوف الوصلة دي ومش عارف وظيفتها ايه او بتشتغل ازاي، ده اللي انا جاي اوضحه لحضراتكم في الفيديو ده. اهلا بيكم في فيديو جديد، انا اسلام احمد من قناة اتعلم سات. اول حاجة نصلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة وعايز حضراتكم تكونوا عارفينها، الصورة اللي قدام حضراتكم او الوصلة اللي قدام حضراتكم اسمها مشترك HDMI، يعني من خلال الوصلة دي تقدر تشغل شاشتين على جهاز واحد. بشكل ابسط وبشكل اوضح هنعتبر ان عند حضرتك ريسيفر ومحتاج تشغله على شاشتين او على اتنين تلفزيون، فبالتالي بتجيب المدخل ال HD اللي واضح قدام حضراتكم بتوصله في الجهاز في الريسيفر، وبتوصل في المكانين التانيين اللي موجودين في نهاية الوصلة بتوصل وصلات HD للشاشات اللي انت عايز تجيب عليها الصورة او تشغل عليها الريسيفر. وفي الحالة دي هتقدر تنقل صورة الجهاز لشاشتين في وقت واحد. تقدر بقى تعمل نفس الفكرة لو عندك جهاز DVR كاميرات او عندك كاميرا او عندك اي جهاز بيدعم مدخل HDMI، تقدر توصل فيه الوصلة وتخرج من الناحية التانية تقدر تشغله على اتنين تلفزيون. تقريبا كده وضحت لحضراتكم كل حاجة عن الوصلة اللي قدام حضراتكم في الصورة، لاني لقيت ناس كتير جدا شافت الصورة موجودة في اعلانات بس داخلة في التعليقات بتكتب هي الوصلة دي وظيفتها ايه او بتعمل ايه او بتستخدم في ايه، فحاولت اوضحها لحضراتكم بشكل بسيط وبشكل سهل. بس مش اكتر، خلصت حلقتنا وحبيت اوضح لحضراتكم وظيفة الوصلة دي ايه. وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو، وانتظرونا في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.